القاهرة 360. السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والشؤون المصريين بالخارج في حوار خاص مع القاهرة 360، نفتح فيه كل الملفات. متى تنتهي مشكلات المصريين بالخارج؟ ما هي حصيلة شهادات بلاد الدولارية ودورها في حل أزمة الدولار؟ ما هو حل أزمة الهجرة غير الشرعية؟ وماذا عن آخر لقاءاتها بممثل الجالية المصرية بالخارج؟ كيف يمكن الاستفادة من عقول مصر المهاجرة في مشروعات مصر القومية؟ حوار حول الحاضر والمستقبل، الأربعاء 4 أكتوبر 10 ليلاً مع أحمد سالم ودينا عبد الكريم على القاهرة والناس. أهلاً بكم في العاصمة.